ممكن اعرف نفسك حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي احمد نجيب، عضو مجلس امناء الثوره. انا شايف ان على كل عربي وكل مسلم النهارده انه يقف جنب الشعب السوري، لان هذه الثوره في سوريا ليست ثوره سوريا ولكن هي ثوره الشعب العربي المسلم كافه. في حقوق علينا لهم، اولا نذهب الى وكالات العالميه للاغاثه اللي بتعمل الان في سوريا زي الاغاثه الاسلاميه، وندعمهم بكل طريقه ممكن ندعمهم بيها، من اول الدعم المالي والعيني، واقل شيء ممكن نعمله لهم ان احنا لا ننساهم ونصالح دعواتنا، وان احنا نقول كلمه الحق ان هذا السلطان الجائر الغاصب الظالم يعني يجب ان يسقط، وتسقط معه كافه الدكتاتوريات التي كبتت شعوبها يعني واغتصبت حقوقها. هل في اليات في الايام القادمه للضغط على السلطات المصريه لكي تفعل مثل ما فعلت دوله الكويت؟ طبعا انا بطالب اولا المجلس العسكري الرئاسي واللي هو بيعمل بمثابه رئيس لمصر وحكومه الدكتور عصام شرف ان يسحبوا يمهدوا بسحب السفير المصري ثم طرد السفير السوري الذي يتبع النظام السوري ده، في حاله ان هو لو لم يصحح يعني موقفه وينضم الى صفوف الثوار. فيعني يجب على الحكومه التي تمثل شعب مصر وثوره مصر الان ان تاخذ يعني مسار الثوره الحقيقي، وتطالب نظام بشار اسد يعني بألا يمس المدنيين اكثر من هذا، ويكون لها دور فعال اكثر من كده. وكمان يعني جامعة الدول العربية اللي هي المفروض جامعتنا، المفروض اللي بيمثلنا فيها أحد الوزراء الذين أتوا من الثورة، المفروض يكون موقفه يعني يتغير، لأن الموقف الآن صراحة مخزي إلى الغاية. يعني جلوسه مع بشار الأسد في نفس المكان يعني ويقول أنه يرفض التدخل في شؤون سوريا، هذا عار على جامعة الدول العربية، ويجب أن يعلم أنه ينطق عن الصف العربي وليس من هوائه ولا من تلقاء نفسه، فيجب أن يعلم أنه يمثل الشعوب العربية التي رفضت طغيان بشار الأسد. شكرا.